مركز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد الإخباري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تحضيرات استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ كوب 27 للعام القادم 2022. ضمن سلسلة الإنجازات التي يحققها قطاع البترول المصري داخلياً وخارجياً، نجح القطاع في تحقيق نجاح وإنجاز تمثل في قيام مؤسسة ميد العالمية بمنح القطاع جائزة أفضل مشروع محلي في قطاع البترول عن مشروع إنشاء مستودعات تخزين الخام بمنطقة رأس بدران. أشاد رئيس شركة جنرال موتورز بالنقلة الحضارية التي تشهدها مصر بفضل العاصمة الإدارية الجديدة وجهودها نحو تسخير كل طاقات الدولة لبناء مستقبل رقمي قائم على حلول التنقل والتكنولوجيا الحديثة، مما شكل دافعاً نحو توقيع الشركة مذكرة تفاهم لتطوير الاستثمارات واختيار موديل ومواصفات السيارة الكهربائية المناسبة للتصنيع في مصر. أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية اليوم السبت أن 50 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم على الأرجح غربي الولاية جراء الأعاصير الشديدة التي ضربت المنطقة طوال الليل، معلناً فرض حالة الطوارئ في البلاد. ولقيا شخصان على الأقل مصرعهما مساء أمس الجمعة، ووقعت عشرات الإصابات بعد أن ضرب الإعصار دار لرعاية المسنين ومخزنا لشركة أمازون في ولايتين أمريكيتين. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء. نهاية الموجز، ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.